أنا سيما بشتغل بيسكلي بالدوكيومنتري وبالفاشن بس شغلي كتير varies مثل ما كنا عم نحكي أي شيء experimental من تصوير فاشن لدوكيومنتري أي شيء له علاقة بأنا أنه أتفاعل مع عالم من different cultures, experiences فوت فيها كبروجكت كسمول تو داي شوت لست اشهر بروجكت لأي شيء صراحة لفيديو بسيط على الانستغرام هذا شيء كتير حلو انه كوني انا كسوريه وسافرت بلاد كتير fortunately يعني قدرت اعمل يكون عندي هالopportunity فتعرفت على cultures على عالم من بلاد all over the world هذا كان شيء كتير رائع ولإلي انا to experience it through my lens is a wonderful experience فصراحة مثل ما كنا عم نقول ما في يعني أكترية شغلي documentary وفاشن بس جرب أي حاجة يعني anything that comes my way when it comes to photography يعني تماما يعني هلا مثلا وقت عملت آخر project اللي هي كانت documentary يعني دائما بتلبك لأنه بقول لهم photojournalism no not really documentary okay لا it's telling a story فأنا أهم شيء لي هو إنه to tell someone's story through my lens through my camera to be a part of the experience فوقت مثلا اشتغلت مع آفاق العرب documentary photography program بلبنان فهن تماما اجوا لعندي قالوا لي إنه بس صراحة ما كتير سألوا يعني هن documentary بالنهاية فأنا وقت كان عندي هالمشروع اللي بدي ساوي طلعت أوكي أخذت سألت a magnum photographer David إنه Peter sorry إنه وين بقدم قال لي انت هذا الشغل دوكيومنتري فانت روحي قدمي على هالجراوند بس اي انه هي اتس مور اور لس انفورشنتلي سام تايمز يو دو هاف تو ليبل وان ات كمز تو كاتيجوريز وقتك تقدم على جراوند لانه بالنهايه لو كان شغلي ايفن ذو البروجكت ما فرجيتها كل شيء كلها بس هي كان في كثير فاشن انفولفد كان في كثير كات ووكس وفاشن شوز وكذا فكان سم وات فيها ماي لاين اوف فاشن ويتش انتجريتد مع الدوكيومنتري which made وكان فيها colors كتير وكان فيها not your typical documentary يعني so حبوها وحبوا بس إيه يعني فما كتير كانوا يعني ما اعتبروني بس كdocumentary اللي كان شيء كتير حلو يعني فأنت كمان فينك أنت يعني مش ضروري تحط boundaries برأيي أنا أنت بتروح عندك قصة solid حلوة story to tell من your perspective from their perspective قدر تجيبها مع بعض هو بظن هذا المهم يعني يعني وتفاعلك مع العالم وكيف تتفاعل معهم هذا يعني انا to me that's it يعني اكثر من يكون labeling يعني في عالم that strictly بيعملوا مثلا food photography or fashion photography or documentary or photojournalism or street photography they stick to that يعني في كثير photographers مهمة يعني بيعملوا هيك ف يعني it varies from each photographer انا برايي كله حلو كله الا الفود I'm not good at it صراحة كان عندي استاذ بنيويورك في الاكاديمي بنيويورك كان يقول لي انه بيسكلي بس طلعي جو اوت ذير شوت نون ستوب جرب كل الميديومز اوف فوتوغرافي جرب تراي تو لانه كمان تخلق علاقه كثير حلوه يعني انا هذا الشيء الحلو بالتصوير انه بقدر انزل بالشارع هلا بالقاهره اخذ فيديو بسيط على الانستغرام بس الفاكت انه عم بقدر اتواصل مع الشخص وقف هيك وهو يرتاح لي وانا ارتاح له ناخذ هالفيديو البسيط اللي بيطلع كثير حلو بس بنزل بالشوارع يعني هي احلى شيء مثلا كان الاكسبيرينس لي لاتعرف على القاهره بنزل على وسط البلد على المنطقه الفاطميه بروح على وين ما كان وبس بنزل لحالي وبصور شو ما كان يكون بس هو الاكسبيرينس اللي انت راسا بتحسه وبيعطيك كثير نايس فيلينج فانا هذا الي مثلا فكان انه انزل صور 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 وريجاردلس مو ضروري تكون لبروجكت مو ضروري تكون لشيء ممكن انت عم تصور ما تكون عندك فكره بس مثلا يعني مثلا هلا اخذت ابسط شيء انه اخذت صرت وانا دائما عم برجع بالليل مثلا من الشيخ زايد للزمالك الساعه 1 بالليل بلاحظ هدول التراكرز التريلا اللي بيجوا من صاص الليل عندهم جرافيتي ارت بياخذ العقل على التراكس فصايره بقول له يعني عدي بيكون عم بقول له وقف باخذ فيديو هيك وكمل فهلا مثلا كنت هيك جابالي عم باخذ فيديوهات بس قررت اعمل بروجكت عليها مثلا انه تو فايند اوت مين اللي بيرسم على هالتراكس وكل لانه اتس ا لوت اوف سيميلر دروينجز اون ايتش ديفرنت تراكس اللي على الاوتوستراد فهي الشيء جابالي اعمله مثلا ف اتس جست تكون انت اوت ذير ما تضل قاعد بالبيت تقول بدي ساوي لا اطلع صور ان شاء الله شو ما كان ان شاء الله ما تطلع صوره ناجحه أو تطلع ناجحة بس just be out there
mingle with people وهيك. يعني صراحة at first it was يعني أول ما أجيت لهون يعني بالنهاية يعني تركت سوريا اضطريت أترك سوريا. سوريا was my home. بعدين رحت على لبنان بعدين اعتبرت لبنان my home. اضطريت أترك لبنان هلا وضع مش منيح. أهلي نقلوا على تركيا يجينا نحن هون على مصر. نحن كنا عايشين بأمريكا قررنا أنا وعدي إنه لا بدنا نكون قراب على العيلة نكون قراب على our culture على بلادنا. بس طبعا ما فينك ترجع على لبنان. فالحمد لله اجتنا opportunity يكون هون بمصر. بس اجت اللوك داون اجت الكورونا. بس نحن مثلا انا التجربه لي ما كانت كثير صعبه بالاول ثلاث اسابيع طبعا كنا خايفين مثل اي حدا قعدنا ببيوتنا. بس مثلا تصير بالبيت يعني مثلا لي كنت عندي اوكي عندي عدي فبقعد بصور عدي ممكن يكون goofy videos funny pictures اي شيء بس انه بس طبعا يعني يعني حتى لو يعني passion is not just from you being happy and excited it also comes from a lot of things a lot of people share their stories ممكن يكونوا شيء حلو ممكن يكون شيء مأساوي ومروا فيه ف I think إنه كان شيء هاي المرحلة اللي عم نمر فيها كتير مهمة للكل it's actually I think أي حدا صور أو مو صور to be interesting مو interesting it's important to document لأنه هاي شيء worldwide that we're experimenting العربي للأجنبي للسنسكريتي لمين ما كان كلنا عم نمر بنفس المرحلة وهذا الشيء كثير مهم يعني as stressful as it is and frustrating and يعني بتحس الباشن والطموح كله عم ينزل بس لا you keep going يعني you have to keep going or else يعني so لا صورت عملت حتى طابة ويلسون from Castaway سميته وديع حطيتها عني فولي بول فاي يعني you'd be as creative as possible يعني even if مش تصوير مثلا كانت لي مثلا عندي بيت فاضي بالزبالك الجديد قاعد ناقلي عليه صرت ارسم على الحيطان رسمت كاليغرافي ارسم رسمي هون وارسم يعني حاول as much as possible يعني to not let it affect you لانه يعني as devastating as it is بس at the same time there's something that comforts you that the whole world is going through what you're going through So I think that is sort of comforting. لأنه بكون عم يجيك panic attack بعدين بتحس بينزل passion كله بيروح بس بعدين تحس إنه wait مش بس أنا عم مر بنفس المرحلة everyone is so it gives you a sense of something that you should also document and share to the rest of the world and vice versa. مش ضروري يكون بس photographers مش ضروري تكون بس through photography through everything. Social media كتير it makes it very easy for people to post pictures, to post their work, to like, follow, dislike, unlike, unfollow. بس بالنهاية أنت كمان بدك interaction. بدك تتعرف على العالم. يعني أنا بالنهاية أول ما أجيت لهون ما بعرف حدا ما بعرف anyone from the photography scene هون ما بعرف حدا أجيت ما بعرف حدا يعني. فأما وقت تجي على هيك على this amazing experience وبتحضر تشوف الصور وبتشوف الارتست تفهم تسمع talks حلوة من الارتست تتشجع وبتحكي مع هالزلمة شو رأيك بهالتصوير شو رأيك بهذا أنا حبيت هذا you exchange social media and everything بس I think كمان إنه الكونتاكت مع الشخص الثاني حتى لو صعب طبعا ومع ماسكات وكذا بس كمان مهم فهذا experience مثل هالworkshops هالtalks هالamazing exhibitions كتير شيء حلو لأنه التفاعل مع الشخص والشخص الثاني مع الغريب مع اللي ممكن يكون عندكم نفس الـ share of interest نفس الـ حبيتوا هال work حبيت هذا حبيت هالtalk هذا شيء كتير مهم بـ our society وخاصة ببلادنا لازم يصير أكثر وأكثر يعني وخاصة in this day where it's so easy to just be famous on Instagram and make it very hard for someone to just to be approachable I think it's very important to be approachable, to be there. يعني هيك أنا I believe this is a very important experience. يعني أهم من أي شيء تاني. حبيت كتير الكونسبت إنه كيف أنت each exhibition is in a different place. فهذا كمان بيخليك لشخص مثلي مثلاً لشخص جديد بالبلد. روح مثلاً كنت مبارح هون for a talk بعدين رحت مشيت على الكوداك فتمشيت بوسط البلد which is also a part of the experience. Part of Cairo, part of the Egypt experience, كان شيء كتير حلو.
وبهال يعني مثلا الاكزيبيشنز اللي هون اللي عندك هذا الفيديو اللي محطوط باوضه فاضيه الا مروحه وقديمه كثير كان هذا استاتيكلي بليزنج وحلو كثير فكثير مشتغلين على هالموضوع اللي شيء كثير حلو اتس نوت جاست ا ستوديو وين حاطين صور وندرفل اكسبيرينس اميزنج مت وندرفل بيبل اميزنج تيم لا الشغل كثير حلو ويعطيهم الف عافيه ويعطيكم الف عافيه على ال... it was badass. Thank you.